حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة منذ أيام وحتى هذه اللحظة لأحداث الوضع الأمني في مدينة جنين ومخيمها وقراها. قوات الاحتلال تبلغ والد الشهيد رعد للمرة الرابعة والأخيرة في قرار أو في كلمة من ضابط المخابرات في حال لم يسلم نفسه، تطالب والد الشهيد تسليم نفسه، وفي حال لم يسلم نفسه خلال ساعتين سيتم اقتحام المخيم وسيتم اعتقاله بأي شكل من الأشكال أو تصفيته هو وأفراد العائلة. إذن ضابط المخابرات الإسرائيلي يهدد بشكل صريح وواضح عائلة الشهيد في حال استمرت في تجاهل بيان أو تجاهل طلب ضابط المخابرات الإسرائيلي بتسليم أنفسهم. الآن هناك دعوات واسعة من الكل الفلسطيني التوجه نحو مخيم جنين والمدينة بشكل عام لصد أي هجوم للاحتلال على المخيم وعلى المدينة. إذن لا يزال هناك توافد كبير للشبان من مخيمات ومدن شمال الضفة الغربية المحتلة نحو مدينة جنين. هناك عدد كبير من المواطنين والشبان الآن لا يزالون يتوجهون نحو مدينة جنين من أجل صد أي عدوان على المدينة. كذلك بعد قليل سيكون هناك كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في مدينة غزة للوقوف على مجريات ما يحدث أو التطورات الميدانية هنا في مدينة جنين. أيضا الشبان والمقاومون في مخيم جنين في هذه اللحظات قاموا بإغلاق كامل المداخل المؤدية إلى المخيم بالسواتر الترابية لمنع دخول الآليات العسكرية إلى داخل المخيم. هناك حالة استنفار عالية جدا في المدينة من أجل صد أي عدوان لدى أو أي عدوان على المخيم. قوات الاحتلال أعلنت قبل أيام عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بعد موجة العمليات التي خرجت في الداخل المحتل والتي يتهم الاحتلال المخيم بالوقوف خلف هذه العمليات أو له الصلة في هذه العمليات. إذن نحن الآن نتواجد في منطقة بير الباشا القريبة من مدينة جنين، متجهون نحو مدينة جنين لتغطية كامل الأحداث والتطورات الميدانية داخل المدينة والوقوف على آخر هذه التطورات. سنوافيكم بكل جديد، كونوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام في هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الآن يعني وحسب ما يتناقله وسائل الإعلام الفلسطينية عن موجة من المواجهات على عدة نقاط من نقاط التماس هنا في الضفة الغربية تحديدا في منطقة الشمال أو شمال الضفة الغربية. هناك مواجهات في هذه اللحظات مع قوات الاحتلال على عدة نقاط تماس. أيضا كما تحدثنا حتى هذه اللحظة لا يزال هناك دعوات عبر مكبرات الصوت في المآذن لقرى وبلدات بشكل رسمي نحو مدينة جنين لصد أي عدوان إسرائيلي على المخيم. دقائق بإذن الله وسنصل إلى المخيم أو إلى مدينة جنين لنقل كامل التطورات في المدينة.
إذا قوات الاحتلال منذ أيام تهدد بتصعيد العملية العسكرية في مدينة جنين وتحديدا في المخيم بعد موجة العمليات التي استمرت أو التي انطلقت قبل أسابيع نحو المدن الفلسطينية في هذه أو خلال هذه الأيام. إذن كما تحدثنا بعد قليل هناك كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي من مدينة غزة للوقوف على تطورات مدينة جنين والأحداث الأمنية الجارية في مدينة جنين. هناك أنباء تتحدث عن تجمع كبير لجيش الاحتلال على منطقة أو في المنطقة الشمالية من المدينة أي بالقرب من حاجز الجلمة الذي يربط بين شمال الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل. إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا حياكم الله في هذه التغطية المستمرة لآخر التطورات ولأحداث أو الأحداث الأخيرة في مدينة جنين في هذه الأثناء. وعبر الخبر العاجل قيام مواطنون بإطلاق أوبلة من النار على عدة نقاط عسكرية في المدينة. كما تشاهدون على مدخل مدينة جنين هناك إشعال للإطارات المطاطية وتواجد مكثف للشبان لصد أي عدوان إسرائيلي على المدينة. إذن في هذه اللحظات رفع حالة التأهب في مدينة جنين والإعلان عن الجهوزية لدى المقاومة هنا في مدينة جنين ومخيمها لصد أي عدوان قادم من جيش الاحتلال. إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا حياكم الله. كما تحدثنا نكرر قوات الاحتلال تبلغ والد الشهيد رعد بضرورة تسليم أنفسهم هو وأبنائه لجيش الاحتلال للمرة الرابعة والأخيرة حسب تحذير ضابط المخابرات الإسرائيلي للمرة الأخيرة ضرورة تسليم أنفسهم وإلا حسب ما قال ضابط المخابرات بأنهم سيقتحمون المخيم خلال ساعتين في حال لم يتم تسليم نفسه. العائلة ترفض رفض تام الانصياع لقرار ضابط الشباك الإسرائيلي وتسليم أنفسهم حتى هذه اللحظة. هناك حالة من الغليان تسود المدينة بعد إعلان جيش الاحتلال عن نيته تنفيذ هذه العملية هذه الليلة في مدينة جنين. أيضا سماعات المآذن
تصدح في عدة أماكن من شمال الضفة الغربية بضرورة التوجه نحو مدينة جنين للوقوف مع أهالي المدينة لصد أي عدوان على المخيم. إذن كما تشاهدون في هذه الصورة حالة الأزمة التي تسود مدينة جنين بعد إعلان وإطلاق دعوات لضرورة التوجه نحو مخيم جنين في هذه اللحظات. إذن العائلة أعلنت وبشكل رسمي قبل قليل عدم نيتها تسليم نفسها للمخابرات الإسرائيلية وعدم الانصياع لأوامر ضابط المخابرات الذي يهدد العائلة وبشكل صريح في حال لم يسلموا أنفسهم. المقاومة هنا في مدينة جنين قامت بإغلاق كامل المداخل المؤدية إلى المخيم بالسواتر الترابية ورفع حالة التأهب القصوى لصد أي عدوان على المخيم. أيضا قوات أيضا كما تحدثنا تتواصل حتى هذه اللحظة الوصول أو وصول الشبان من مناطق عدة من مدينة نابلس، قلقيلية، طول كرم، سلفية، طوباس نحو مدينة جنين للوقوف مع أهالي هذه المدينة والوقوف مع مخيمها لصد أي عدوان على المخيم. إذن نحن الآن نتواجد في مدينة جنين وبالقرب من تحديدا بالقرب من المخيم. حالة الجهوزية القصوى نحو أو في المخيم بشكل خاص وفي مدينة جنين بشكل عام تنتشر أو ينتشر المواطنون بشكل كبير، ومع إغلاق كامل مداخل المدينة في هذه اللحظات ليس فقط مداخل المخيم وإنما الآن الشبان يقومون بإغلاق مداخل المدينة لصد الاحتلال من أي جهة كانت. إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا حياكم الله، نحن الآن على أعتاب مخيم جنين لنقل كامل الصورة وما يجري في هذا المخيم في هذه اللحظات بعد تهديد الاحتلال باقتحام المخيم. أمس أيضا قامت قوات الاحتلال في تمام الساعة 9 صباحا باقتحام المخيم ظنا منه أن الشبان قد بدأوا في سبات ونوم في تمام الساعة 9، إلا أن الاحتلال قوبل بمواجهات عنيفة جدا وكانت قوية للغاية، ما أدت إلى أو ما أدى إلى إصابة عدد كبير من جيش الاحتلال وأيضا إصابة استشهاد شاب فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين. إذن مشاهدينا الكرام سنتجه الآن إلى المخيم
سنوافيكم في بث جديد بعد لحظات بإذن الله من دخولنا المخيم. نحن الآن نتواجد على أعتاب هذا المخيم وسننطلق بعد قليل إلى داخل المخيم، كونوا معنا.